النهاردة كنت عايزة أتكلم عن حقيقة ترحيل اللاجئين السودانيين من مصر. في كلام كتير كده بنسمعه من الأخبار، بنسمعه من الناس، في كده ترويج إشاعات، عايزين نعرف إيه الحقيقة. أنا عايزة أتكلم معاكم عن الملف ده بالتحديد لأنه هو يعني مثير للجدل شوية. طبعا هعتمد كده بقى على شوية مصادر كده ومعلومات أنا جايباها، بس طبعا في نقطة مهمة أنا عايزة أقولها، إن منظمة العفو الدولية مطلعة تقرير تقريبا كده بتتهم في مصر إنها بتسيء لمعاملة اللاجئين السودانيين في مصر وبتعتقلهم وبترحلهم للسودان. هنشوف حقيقة التقرير اللي هم بعتينه ده والرد المصري عليه، هنشوف كمان منظمة الهجرة قالت إيه، حاجات كتير. بس الأول قبل ما ندخل في الموضوع يعني عايزين نتكلم شوية عن أنا مش شايفة لحد دلوقتي أي كومنتات، بس مش مشكلة، حتى لو أنا ما انتبهتش للكومنتات دلوقتي ممكن إن شاء الله أبقى أشوفها أنا مع نفسي ونتكلم فيها، يا رب ألاقي أي كومنتس ظهر قدامي. الحرب في السودان حرب صعبة، يعني السودانيين سايبين بلدهم وسايبين أهلهم وسايبين حلهم ومالهم وجايين يا عيني على ملا وشهم بيهربوا بيفروا من الحرب اللي موجودة في السودان، اللي هي الحرب بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع شبه العسكرية. حرب دي اتسببت في مشكلة كبيرة قوي، أولا نزوح عدد كبير جدا من السودانيين من السودان، ملايين، عدد كبير جدا. طبعا ما فيش احصائيات رسميه، احصائيات كلها متضاربه، لكن هم عددهم كبير جدا جدا جدا. هنشوف دلوقتي يعني بقول لك لحد الان اكتر من 1.7 مليون شخص اجبروا على الفرار واللجوء البري للبلدان المجاوره. ايه البلدان المجاوره دي؟ اولا مصر في الشمال، في الجنوب جنوب السودان، وفي الشرق اثيوبيا واريتريا، وفي الغرب تشاد. طبعا مصر يعني عندها مشاكل برضو، لان هي العدد الكبير من اللاجئين ده في استنزاف الموارد بتاعتها بشكل كبير، خاصة انها بتستضيف عدد كبير جدا من اللاجئين السودانيين، ففي يعني بيحصل عندنا تقريبا ازمة هنتكلم عنها دلوقتي. بس المنظمة الدولية للهجرة بتقول ان اكتر من 500,000 شخص، يعني حوالي 24% من إجمالي اللي غادروا السودان راحوا مصر، فدي يعني أعتقد نسبة كبيرة. تعالوا نشوف منظمة العفو الدولية بتقول إيه. طبعا منظمة العفو الدولية دي بيبقى عليها كلام كتير وفي اتهامات كتير موجهة ليها، مش في صددها النهاردة، بس هنتكلم هي بتقول إيه في تقريرها عن أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر. بتقول لك إنهم يواجهون العديد من التحديات خلال طريقهم للبحث عن الحماية، ما يضعهم في كثير من الأحيان في مواقف محفوفة بالمخاطر، كما أن العديد من الأطفال والأسر ينفصلون عن ذويهم خلال رحلة اللجوء ويصلون في أمس الحاجة إلى الدعم الطبي والنفسي، فضلا عن استنفاذ مدخراتهم القليل اللي استطاعوا الهروب بها في مصر سريعا. طبعا الكلام ده مفيش غبار عليه، والأمم المتحدة في مصر وشركائها جددوا ندائهم للحصول على 175.1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين السودانيين اللي فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل 2023، يعني من بداية الحرب، حرب السودان. وعلى حسب المنظمة في الدول الأوروبية شايفة بقى إن مصر بتلعب دور مهم جدا في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط، يعني مصر بتستقبلهم ما بتخليهمش يروحوا للدول الأوروبية، لأن في مخاوف للدول الأوروبية من الهجرة. الدول الأوروبية مش عايزة مهاجرين سود عندها، يعني هي عايزة مصر تحتجزهم يفضلوا عند مصر. يا رب الصوت يكون واضح لكم. تمام، عشان كده بتقول برضو المنظمة ان في شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو. طبعا الشراكة دي ملهاش علاقة باللاجئين، هم مدخلين الامور في بعض. الشراكة دي يعني جزء منها داخل الاستثمار المصري، هي شراكة استثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي، ملهاش علاقة بموضوع اللاجئين، يعني من أجل المشروعات الخضراء والكلام ده أهو. وجزء كبير منها هي قروض مسهلة، يعني
ما اعرفش هما بيخلطوا الدنيا في بعض. المهم احنا كده كده هنشوف الرد المصري. كل ده كلام منظمة العفو الدولية اللي رجعت وقالت في تقرير لها ان مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحلتهم بشكل غير قانوني. يعني مصر رحلت اللي هم دخلوا مصر بشكل غير قانوني، فمصر رحلتهم. وإنها وثقت، المنظمة لسه بتقول، وثقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئ سوداني بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، ومن بينهم 26 انضموا للمرحلين بشكل جماعي. وقالت إنها وثقت 12 واقعة رحلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري من دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل. يعني مصر عملت كده، ده كلامهم. وأوضحت منظمة العفو في تقريرها إن الاعتقالات جزء من حملة بدأت في سبتمبر 2023 بيقوم خلالها أفراد من الشرطة بملابس مدنية بعمليات تفتيش عشوائية على السود واعتقال ما لا يحملون وثائق هوية سارية أو تصاريح إقامة، وتجرى عمليات التفتيش بشكل متكرر في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة حيث تستقر أعداد كبيرة من السودانيين، وكذلك في مدينة أسوان جنوب مصر حيث يتوقف العديد من اللاجئين السودانيين في طريقهم إلى الشمال. طبعا التقرير ده أثار تساؤلات كتيرة جدا، يعني مدى قانونية اعتقال أصلا اللاجئين؟ هل مصر يعني يسمح لها القانون الدولي إنها تعمل كده؟ مصر موقعة على اتفاقية، فإزاي مصر هتعمل كده؟ هنشوف طبعا الرد المصري، بس أنا بقول لكم الكلام المنظمة. خلينا برضو نشوف المنظمة الدولية للهجرة بتقول لك إن زي ما أنا قلت قبل كده أعداد المهاجرين أكتر من 500,000 شخص، يعني 24% من إجمالي اللي غادروا السودان عبروا إلى مصر، وإن الأجهزة الأمنية المصرية ضبطت 7 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين خلال دخولهم عن طريق الهجرة غير الشرعية وتم ترحيلهم السودان. دي المنظمة الدولية للهجرة اللي بتقول الكلام ده، والخبر ده اتذكر على موقع كايرو 24. بتقول إن مديرية أمن أنا جنوب مصر تلقت اخطار بيفيد بضبط 4 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين بعد كمين طيبة على طريق إنا الجديد، و3 أتوبيسات كمان عند الكيلو 10، وحاولوا دخول مصر عن طريق هجرة غير شرعية. وقال المصدر الأمني على حسب صحيفة الدستور إنه تم ضبط اللاجئين السودانيين أثناء مرورهم بكمين طيبة في طريق إنا، وأثناء الكشف على أوراق السفر الخاصة وجوازات السفر بهم تبين إنهم لا يمتلكون إقامات مثبتة، لكن ما صدرش أي خبر من وزارة الداخلية، ما أعلنتش أي حاجة عن التفاصيل. طيب الرد المصري، لازم مصر ترد، لازم يكون في رد مصري طبعا على ادعاءات منظمة العفو الدولية عن أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر. بيقول لك منظمة الهجرة الدولية بتقول هذا الكلام ده صحيح، قال الكلام ده. احنا هنشوف الرد المصري. طيب في محامي الحقوقي اسمه كريم محمد سلام بيقول انه لا توجد احصاءات رسمية. نرجع تاني، معلش نرجع تاني، هو النت فيه مشكلة. نقول الرد المصري على ادعاءات منظمه العفو الدوليه بخصوص الاوضاع اللاجئين السودانيين في مصر. كان في رد من كريم محمد سلام المحامي الحقوقي بيقول انه لا توجد احصاءات رسميه او حكوميه واضحه بتحدد عدد السودانيين اللي استقبلتهم مصر اثر الحرب اللي بدات في ابريل عام 2023، لكن بتشير بعض الاحصاءات غير الرسميه اللي اصدرتها عدد من منظمات المجتمع المدني المعنيه باوضاع اللاجئين في مصر بين 700,000 ل7 ملايين شخص. وأضاف إنه مع نهاية أكتوبر 2023 أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددا، تليها الجنسية السورية، تليها أعداد أقل من دول. خلينا نرجع تاني، معلش أنا بعتذر لكم، النت فيه مشكلة. فاروس بتقول كل العمارات اللي بيسكنها سودانيين بيشتكوا منهم وبيقولوا دمروا العمارات وبيستخدموا الأشياء بعنف غريب، ده غير إنهم ولعوا سعر الإيجارات في مصر. بصي هو هقول لك حاجة، هو طبعا ما فيش شك إن أعدادهم كبيرة جدا وموجودين بشكل كبير جدا في مصر، وأعدادهم بتزيد على فكرة،
بسبب المشكلة اللي عندهم، الحرب اللي عندهم، وعاملين تكتلات في أماكن كتير. أكيد هيأثر علينا، هيأثر على الاستهلاك بتاعنا، هيأثر على السعر، على السلع، هيأثر على أسعار الإيجارات، هيأثر بشكل كبير. وطبعا هم ثقافة مختلفة عن الثقافة المصرية، فهيحصل تضارب كده في الثقافات. إحنا شايفينهم بيتصرفوا بشكل همجي، هم بالنسبة لهم دي أمور عادية، هم ثقافتهم كده، فأكيد هيحصل مشاكل. فيروز، أنا عايزة أقول إن اللاجئين المسجلين بشكل رسمي في مصر حوالي 650 ألف شخص، بيمثل السودانيين اللاجئين بشكل عام بقى، مش السودانيين. 650 ألف شخص بيمثل السودانيين فيهم 324 ألف و48. خدي بالك، اللاجئين حاجة، المهاجرين حاجة، يعني كل يعني هم كلهم ضيوف لمصر أو وافدين لمصر، لكن في مهاجرين موفقين أوضاعهم في مصر بأوراق هجرة والكلام ده، وفي اللاجئين اللي موجودين في مصر موجودين طبعا بشكل مؤقت. الأمم المتحدة ذكرت على موقعها الرسمي أنه منذ إبريل 2023 تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، عشان يوصلوا ل 300 ألف شخص، وهو بيمثل أكتر من 52% من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد. يعني هم نسبتهم أكتر بكتير من عدد اللاجئين التانيين. كمان بيقول لك ده في كمان 250 ألف سوداني آخرين بينتظروا التسجيل لدى المفوضية في مصر، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على التسجيل بشكل مستمر في الأشهر الستة المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق. يعني الموضوع بيتأزم أكتر على فكرة، يعني إحنا لسه هنستقبل عدد كبير من الوافدين. المجلس القومي بقى لحقوق الإنسان في مصر نفى تماما تقرير منظمة العفو الدولية بشأن ارتفاع عدد عمليات الاعتقال والترحيل للاجئين السودانيين، وأكد في رده على المنظمة أن السلطات المصرية بتحترم القانون الدولي. القانون الدولي السودانيين اللي دخلوا مصر دخلوا لتنفيذ خطة، ومعظمهم مش سودانيين، تم تجنسهم وإعطائهم جنسية سودانية، وتم افتعال هذه الأحداث من أجل تفتيت مصر. السودانيين المحترمين فعلا لم يغادروا السودان وموجودين. بيسو، تمام. طيب خلينا نشوف أركان حرب، اللي هو أركان حرب أستاذ القانون الدولي عبد المنعم إبراهيم، قال إيه في رده على المنظمة. بيقول لك مصر بتستقبل آلاف السودانيين منذ بداية الحرب بإرادتها دون أي إجبار أو ضغط من أي جهة، والدليل اللي بنشوفه في الشوارع في كل مكان في مصر من ترحيب لهم على المستوى الشعبي والرسمي كمان. وقال إن مصر لا يمكنها بأي حال من الأحوال ترحيل أي شخص يحمل صفة لاجئ، لأن ذلك يعد خرق التزاماتها الدولية، التزاماتها الدولية، ويمكن إثبات ذلك بسهولة ومقاضاة مصر وفرض عقوبات عليها من قبل المنظمات الدولية التي تطبق القانون الدولي. يعني مصر حتى لو عملت كده مش مسموح لها دوليا طبقا للقانون الدولي. وقال إنه يجب التفريق بين من يتسللون عبر الحدود واللاجئين، يعني اللي بيتسللوا حاجة واللاجئين حاجة، لأن من حق مصر حماية حدودها وإيقاف الهجرة غير الشرعية والتهريب البشري وغيره من أشكال التهريب مثلها مثل جميع الدول. ده حق مصر إنها تحافظ على حدودها. وطبعا ده بيقول لك يختلف عن استقبال مصر اللاجئين واللي قامت به طوعا وإيمانا منها بضرورة الوقوف مع الأشقاء العرب وعلى رأسهم السودانيين والفلسطينيين والسوريين. يعني مصر واقفة مع العرب مش ضدهم، عمرها ما هتقفل بابها في وشهم. والدليل إن احنا بنستقبل اللاجئين معانا في بيوتنا في عماراتنا، ما بنعملش مخيمات زي باقي الدول ونعزلهم ونحطهم فيها. طبعا كمان في سؤال منطقي هو بيقول لك ليه قيام مصر بترحيل السودانيين على وجه التحديد وعدم فعل هذا الأمر مع السوريين على سبيل المثال، واللي بتستضيفهم مصر بالآلاف من سنين ولديهم كافة الحرية في التعليم والعمل والتجارة والتنقل. فمش من الطبيعي أن تقوم السلطات المصرية نفسها بترحيل السودانيين قسرا وبدون أسباب. يعني الكلام ده مش منطقي، كلام غريب. يعني طبعا في حاجات كتير، كل الكلام ده بيخالف الدستور المصري، بيخالف القانون الدولي. اتكلم في يعني في كلام كتير، انا مش عايزه اسحلكوا بس في الموضوع ده، لكن
هو مصر بريئة تماما من موضوع انها بترحل السودانيين بشكل تعسفي لبلادهم والكلام ده. هي مصر عايزه تحمي حدودها، ومن حق الدوله انها تعرف فلان ده اوراقه ايه وصفته ايه وموجود هنا ليه والكلام ده كله. في حملات انتشرت على السوشيال ميديا بتقول ان هاشتاج ترحيل اللاجئين واجب وطني. ليه المصريين بيقولوا كده؟ مش عادة المصريين ان هم يرفضوا يرحبوا بضيوفهم؟ اكيد في حاجه حصلت، اكيد في حاجه اثرت عليهم وعلى معيشتهم، لان احنا شعب بنرحب بكل الشعوب العربيه بنقف جنبها، والدليل على كده ان في ناس عرب كتير عايشين معانا من زمان قوي، بقى لهم سنين وما كانش في اي مشاكل، ولا عمرنا شفنا اللهجه دي من المصريين ان احنا نقول لك ترحيل اللاجئين واجب وطني. لكن الحملات دي شايفه ايه؟ او الضغط ده حصل بسبب ايه؟ بيقول لك السودانيين وغيرهم من الاجانب كانوا السبب في رفع اسعار الايجارات بشكل كبير جدا. يعني هجره ملايين اللاجئين بالشكل الكبير ده لمصر بدفعه واحده كده شكل عبء كبير قوي على الاقتصاد المصري، عبء على السلع. احنا كان عندنا سلع موسميه يعني اسعارها بتتفاوت، يعني الاقبال، انت عارف اي سلعه بيبقى العرض والطلب، كل ما زاد الطلب كل ما زاد العرض. السلع موجوده طول السنه فيها زياده جدا بسبب عدد الناس اللي موجوده والثقافات المختلفه. يعني احنا مثلا متعودين مثلا ناكل لحمة في العيد، هم ليهم مثلا عادات تانية ما عرفش، يعني بناكل السمك في العيد الصغير بعد رمضان، بناكل سمك في سيخ رنجة، عشان كده الأسعار بتبقى عالية لأن دي سلعة موسمية. لكن اتضح أن السلع دي بتفضل طول السنة عالية وبسعرها مرتفع بسبب أن في تكدس كبير قوي من بسبب ان في تكدس كبير قوي من عدد اللاجئين، فبالتالي اسعار السلع بتزيد، اسعار الايجارات بتزيد. كمان في نقطه مهمه جدا، تكتل بقى، يعني تلاقي في شارع فيصل في تكتل اللاجئين السودانيين. هو فكره بس ان وجود الحملات اللي هي ترحيل اللاجئين وترحيل اللاجئين واجب وطني، هي ما كانتش كده، مش طبع المصريين ان هم يطلبوا حاجه زي كده، لكن الموضوع زاد عن حده. فكره تكتل عدد كبير من اللاجئين في منطقه واحده، مثلا زي ما قلت شارع فيصل، مدينه نصر، تلاقي اعداد كبيره جدا، ده بشكل خطوره جدا على الامن القومي. احنا مش عارفين التجمعات دي هينتج عنها ايه، يعني برضو دي فيها ضرر بينا. احنا مش ضد الضيوف العرب اللي موجودين في مصر خالص، لكن احنا ضد الاستهتار. كل ده بيشكل عبء علينا، عبء امني، عبء اقتصادي، عبء اجتماعي، هويتنا، ثقافتنا، حاجات كتير قوي. امير، تسلم يا امير، شكرا جدا. عايز اعرف بقى رايكم وايه مدى صحه الدعوات دي اللي موجوده على الفيسبوك، وناس كتير بتقولك ان ترحيل اللاجئين واجب وطني، على اي اساس قلتوا الكلام ده؟ عايز اعرف برضو هل الكلام ده صحيح، ولا الكلام ده حملات معينه هي اللي بتتبناها؟ ما انا مهم ان انا اعرف الكلام ده. انا قلت لكم الوضع السياسي اخبره ايه، بيتحول احتلال وامراض ووباء. ابراهيم، عندك حق. محمود، لو سألت انت مصري تقول لي ايه؟ محمد، عايز تقول ايه يا محمد؟ عايز تقول ايه؟ انا مصري. هما هل عدد اللاجئين الكتير اللي موجود، هما بالملايين على فكرة، احنا عندنا ملايين من المهاجرين واللاجئين والوافدين، صنفوهم زي ما تصنفوهم، بس احنا عندنا اعداد كبير جدا. طبعا احمد بيقول لك ان هو سبب من اسباب الغلاء، وخدوا بالكم قطاع الكهرباء برضه، الضغط الكبير والتحميل الكبير على الكهرباء خلانا ان احنا نلجأ لتخفيف الاحمال علشان الاستهلاك الكبير للطاقه، بسبب برضه الاعداد الكبيره اللي يعني احنا 106 مليون، تخيل بقى لما يجي لك كم مليون بقى تاني فوق، يعني احنا مستحملين نفسنا بالعافيه يعني. فهو عبء جامد قوي. هل هم برضه سبب من اسباب ان هم بيدخلوا العمله الدولار لمصر؟ يعني مش كلهم طبعا، لان في ناس كتير جدا يا عيني حالتها الماديه صعبه جدا، وجايه سايبه حالها ومالها وكله، جايه هربانه وقاعده في مصر، فهي محتاجه انها اللي يديها معونه، مش ان هي تدي. هيموتوا، مصر حره في مقارباتها الامنيه وسياساتها الداخليه.
حرة بس في احترام للقوانين الدولية، في كمان دستور مصري واحترامه. مصر لا تتعدى القوانين وبتحترم القوانين الدولية، وكل اللي بيتقال ده ملوش أساس من الصح. الشعب المصري بيطالب بترحيل كل الضيوف من مصر، احنا تعبنا. ليه يا سيد؟ يعني انت في حاجة معينة ولقيتها موقف فردي مثلا حصل معاك، ولا انت بتتكلم بشكل عام؟ هناك فرق كبير بين المتسللين إلى مصر واللاجئين. طبعا في فرق، دول معاهم أوراق ووفقوا أوضاعهم وظبطوا الدنيا، والتانيين ملهمش هوية. أنا معرفش لسه سامع الموضوع زيك ده. فهد لسه سامع الموضوع. رضا حبيب، الشقة اللي كان إيجارها 1000 بقى دلوقتي 9000، يعني زادت زادت كتير قوي. وعلى فكرة أنا في بس نقطة عايزة أقولها، هما ما بيأجروا شقة ما بيقعدش شخص لوحده أو أسرة، لا ده بيبقى عدد كبير جدا 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 من اللاجئين مأجرين شقة وبيقسموا الإيجار عليهم، يعني مش هما اللي بيدفعوا المبلغ الكبير ده. وخد بالك ده كمان أثر على سعرها بالنسبة لها كويس. والله أنا هحاول أتحرك من المكان ده، لأن ممكن يكون السيجنال فيه هو ضعيف، فشوف مكان تاني يكون أظبط، تكون السيجنال فيه كويسة، لأن أنا كل شوية أوقف أوقف، أنا اتضايقت يعني واتعصبت. فشوف، أتمنى المكان ده يكون مظبوط. نقرأ بقى التعليقات. احنا قلنا طبعا العمالة الأفريقية أو العمالة السودانية عمالة رخيصة، فبتضطر الشركات والمصانع تلجأ ليها على حساب العمالة المصرية، وده أثر بالتالي على المصريين. الدول العربية، مصر وتونس والجزائر والمغرب كلها. والله أنا زهقت لكم يا جماعة، أنا هضطر أنهي اللايف لأن السيجنال صعب قوي، مش هقدر أكمل كده لأن كل دقيقتين يفصل، وده حرام يعني. أنا هستنى أقرأ تعليقاتكم كلها، ودي اللي احنا فيها من زمان، ما نرميش فشل المسؤولين على الناس دي، كله لإلهاء الناس وتشغيلهم عن الحاجات اللي بتحصل في البلد. أنا مش باين لي. طيب أنا هقول لكم باي، عشان كده كتير قوي. هقول لكم باي، هقرا بقى التعليقات بتاعتكم كلها، ولو كده ممكن نفتح لايف تاني نتكلم في نفس الموضوع لو تحبوا، يعني نتكلم فيه باستفاضة أكبر وأكتر يعني. معلش يا أبو فاطمة، كلام بيروح ويرجع لأن السيجنال مش حلو، معرفش إيه مشكلة السيجنال والله، مش عارفة أشوف إيه المشكلة. فنطلع دلوقتي نقول لكم سلام، علشان أنا اتضايقت اتعصبت. سلام بقى، ونتكلم في الموضوع ده تاني، نفتح لايف تاني.